أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر، وهذه عناوينها: وفاة شاب في قسنطينة أثر تسمم غذائي، مصرع وإصابة 229 شخصا خلال 24 ساعة، ورياضيان جزائريان يتأهلان إلى نصف نهائي مونديال ألعاب القوى. لقي شاب عشريني حتفه إثر إصابته بتسمم غذائي جراء تناوله رفقة والدته أحد أنواع التونة المصبرة قبل 20 يوما، ومكث الشاب رفقة والدته بالمستشفى الجامعي في العناية المركزة منذ مطلع هذا الشهر ليفارق الحياة مع بقاء والدته في الوضع نفسه. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 222 آخرون بجروح إثر وقوع 180 حادثة مرور عبر مختلف مناطق الوطن خلال 24 ساعة الماضية، وذلك وفق ما أوردته حصيلة لمصالح الحماية المدنية. من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية أحمد عطاف اليوم جولة إفريقية تشمل نيجيريا وبنين وغانا للتشاور بشأن الأزمة في النيجر، وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن هذه المشاورات تتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها. تدخلت إسعافات الحماية المدنية في جيجل لإجلاء جثة شاب وجدت ملقاة على شاطئ عوقة ببلدية جيجل، وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية تحمل الجثة إصابات متفرقة ويبلغ الضحية من العمر 38 عاما. تأهل الثنائي الجزائري جمال سجاتي وسليمان مولى إلى نصف نهائي سباق 800 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست المجر، في حين أقصي الجزائري الآخر محد علي قوند في الاختصاص نفسه. تمكنت شرطة وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص وحجز 17 كيلوغراما و200 جرام من المخدرات. نهاية النشرة وإلى اللقاء.